السلام عليكم. اليوم رجعنا مرة أخرى في السيري اللي حبيته عليها أحب عليها حد. المهم رجعنا في السيري جديدة إكسيت تبيعة خطوة تريد في المصدر ترجع ماشي ممتاز حد مريق أنا مريق ترى لحظة برك بيه إكسيت كالعادة بنا تقول ليش كيف دبرتكم خطوة ما دبرتوش كراكي بتبيعة فيرسيون انت ما تجينيش ميزاجور ما يجيني حد شي عاد نلعبو تدكي قديمة انت الاخرى بيه لا علينا باش نبدأ هيك بال بلمين اللوح كالعادة كيف اي ماينكرافت بيه حطو كرافتينج تيبل نين خلنا نشوف حكاية برك ما عرفت تدوم قولي كرافت هذوما المود تشتري شنو ما نعرفش اسمه هذا المهم باش نلعبو اكست اكثر من مريفات اكثر اكثر برشا اما لحظة برك نثبت اللي قاعد الريكورد اوكي مريقل مريقل خدمة مريقل مريقل خدمة لبس عب يو شجرة محلى هذي فمش زومبي راح نعملو كرافتينج تيبل راح شوفو انا تاع كرافتينج تيبل كرافتينج امك نوع تاع فمش كل بروجيكت كرافتينج تيبل باهي العالم مش منه باهي استنى ساعديتك ننزل عليها تيني 16 باهي لازم نسكر المود استنى تشيت ريسايب مود طيشة مضمة يا ودنك ايش كيف احفر 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 شوف اللقطة دي يعمل لك كنت برو انا كده واحد برو كيفي يعمل هكا سكر يعمل فوق ما صار شيء باهي تصور عاد تهزته اش نعملو ستيكس املاء او سيرفايفل كعادة اش نرجعو للسيرية ذي تحبونا تعجبني تروخ كسر شوية كابل ستون نعملو اول بيكاك كابل ستون كسرت ثلاث فهاي اكسيت تعرفت على برشا حاجات برشا حاجات راح شوفها واللي خط نارش تعيش الخردة ذي عندك نفس الفاز نفس الفاز انا نموت على الفاز ذي خطرة يديسبوني مباليك او ميسي ممكن وما صار شيء بيخنز الخورة متاعنا سنسا خدم دو شوية قبل استوى نعملو شوية تولز فازات ازاي قبل 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 نعرفش ما حبش تعملي فيديو على 50 اف بي اس لا 60 اف بي اس ما نعرفش بين ذي تي المهم لا علينا فيديو نمدو كعبتك قد ما النجم معناها من الكابل ستون 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 او ديامون وكل خرا هذاك كل فرد تي جي ما تفرد عليا اللي حاجه تساعدنا على الاخر نمشي لو جا الميكل ساعه نعمل فور نعملو اكس نعملو سي شافل اللي شافل مستحقوش تعملها بالايرن نعملو سيف تقعد واحدة نعمل راحت شي به واحد اثنين ثلاثة هاي اعز لقطة اعز لقطة في اكسد اوي لا اعز لقطة عاملها في اكسد تعتبر صح اللي عملها بين شاء الله برك متكرش الناس الجوجو خط معرفة دي متكرش اكس من قبل نعرف بيخ نهزو كرافتينج تيبل كرافتينج تيبل يو شنو اوه هذا ممكن البلو بيري لازم نهزو 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 ما يهمنيش نهزو نعمل بين فارم في الدار هذي كل ماكلة يا راه مش حكي فيها راه وات ذا فاك بدي كرش هذي هاي هاي كل ماكلة اسمها بلو اوه التيكت فيسا هاي حق الذكاء المهم نتربيها في الدار هذي تزرع في الدار كي تحكون على الخم نطقصو شوية في السوق تاع الجو تزرع في الدار وكل شيء مهم ليك لما نطقصو هنا العادة تولي شريت ميكرو يعني على فكرة خلنا نمشي وندور ندور نرجع نلقاو شي ماكلة اوه الامبوا اوه هذي تحكون برش تزرع على مين نبنيو بيه هذا الويدا ذا باه زززززززز اللي فما كل يو جيزا الجرين حاسبي تعرف حسب لافونتير بدا يتعبى تعبى كله وانا مثل ما عملت حتى شيء واو وات ذا فاك شنو الشرط يو اول مرة راحت على البلاصة ذي نمدو شوي سألنا لسن عليها كل شيء سلام فما شوي جيز لهنيا قلت الجيز وانا تسيب علينا الجيز
هو فما شاقر نمشي شاقر أول حاجة. التليفون ما غادي كيسوني الناس كتسمع فيه ليه هي شاقر هي شاقر. فما برشا حاجات في اكس بوكس حاجات. أول حاجة نعمل لك كلاود بوتس كان ينقص. ما انت فرشت عدا في جماعة يلعبوا انت في سيري تاع اكس من عند واحد من عند واحد انت يلعب في اكس حتى انا كعب مشروع متوقع زيدو نهزو مشروع اكتر انتوني ولا واحد يلعب في اكس معناها وات ذا فاك لاك شنو البلايص المزمرة اللي تحت فيها باش نستعملو برشا الكوماند بلوكس كل شي باش نستعملوه لازم فيك لازم فيك على ما يبرز من شاء الله برك يبدا يهزو اكثر من ستاك خاطر ستاك بشوف في لحظة ايه جراب اللي مستحقه وات ذا فاك لاج اذن اوه شوف كي نكسر الشجرة دي اعز حاجة نعملها في حياتي اما الاكس مش يتكسر واو الاكس كله اتكسر اما اللوح بزيت لقيتك ما عادش تحقق اللوح نبني وبيه نعمل بيه كل شيء زي اللو هذا ما عارف سيت يكون لوب وزي برج لا اخي بلاس سبوني كفاية برج كبير محلو اه صاحبي وات ذا فاك هما لاقي يا جماعة هما دروب 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 و متشوق ياسر باش نلعب موني كنت نوب هذيك تشوف فيديوهات القدم كنت كي نضرب يا دي دابا نضرب يقتلوني صاي دابا برنامج كده على بعضهم بلايس خايبين من قاتل فيهم كده قد يمك ست قد يمشي ولي وتويك بي وينو فبريت واحد اخر فوق واو تتل ماك بي هاي نتيرو نتيرو نقلع ونحنضر بي عندي برشا ماري كورتيتش حتى شي بتبيع باش ندخلو في شي جديد ما تعرفو وين كروكودايل تاكي ما ادري شو خدي دم شفتو قديش دمجني اللي باش يقتلني باش يقتلني باش يقتلني باش يقتلني لما يخطر عليه في المي مستحيل يقتلني ما الاخرة ما عادش نضربو خويا سامحني خا نتعب تعب زعما في المي مش يطلع يجري برشا بالمية سيبنا سلاح ميت 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 بيس بيس غدرته غدرته عسلام سيب علي باش نقتل من كلنا ما عندهم حتى فايدة في الحياة هنا اوه جلاس اول مرة تصور اول مرة جلاس كي واي مي بيخ ننزل شوية من هذي خطرة زراعة هذي أكثر حاجة باش نعملو عليها في الماكلة ماكلة دي تسمى تون عندك سبع خبز بريكس تو نوريكم كيف نعملو خبز وأرتيلكم في السيري الأخرى كل مرة نبقى نوريلكم فيها بيطلعنا باش نرجعو باش نرجعو شوية كيف بالسبت والحد كاو صاحبي قراية تويك ودنيا وعالم شبيك راهو عادية بالقراية سنة باش تطلع مع جبل نسأل ليه نقص شوي نحطوه مننا تحلبو شان اللي طلعت بيها قد ايش باللغز قال لك فما تشكبو الازرق تلقاه في الثلج كيني ولا فزا كي ما حكيتكمش على تشكبو قبلنا يا زاح قد ايش نقعد نطلع اكثر وانا ولا عادية يا بيبو قلب لان تعرف شنو عامل تاكا طلع في هاوية دونك مش هطلع من هنا كي مقينا حد شي يحكي فارغ ومفهمش تريخ متى بعدها نقولكم نمشي لوجع البلاصة باهي كي مسطحة وكل شي ونرجع وريخت انا سيب علينا انا لما سيب علينا تعب بشي ولدي منها نسكن هنا فوق الجر لا فوق الجر لا خطفة ميتو وات ذا فاك فوق الجر ليه على خاطر فما يوتيوبر اكيد تعرفوه بالطبيعة عمل فوق الجر تقول تبع فيه انا تبع فيه شلقنا حلم فيه على كراد تبع فيه ترسلينا في المشاكل فهم دونك مانيش باش نعمل فوق الجر اقترحوا علي وين نعمل كاو نعمل دار صغيرة
ازاح كلها مسكر الدنيا، وهم لاق هم لاق. الله اكبر بيلي مات سايبه. طب ايش كيف ايش؟ فهم شيء تعرف حبيت نلعب اونلاين الخرا هذا، تعرف مشكلتها شنو؟ او بيكس بيكس هيتي بيكس هيتي بيكس، لازم ناخذ اكبر عدد من الماكله على خاطر البلاصه دي مش نقط دوك نقط الحيوانات اللي فيها الكل. خليها مش كاثر. قلت لكم باش نعمل باش دبروا لي كونت، ما انتوا مزيفهم برشا بيكس. قلت لكم انا باش تدبروا لي كونت ولا فاز الكيس هذا عليهم. هو على فكره قويين ياسر هذوك. اوه مت مت توفيت توفيت انا. اوه شعر قول استنى استنى شعر لا مت يبو قلبي يبو قلبي يبو قلبي. هز هز الكو هز الكو هز الكو. تعرف نسكن هنا احسن بلاصه والله يجي احسن بلاصه. كيف نسكن هنا يا جماعه؟ مؤقت معناها مؤقت نسكن هنا. نعمل كل دخله كيف كلها فيديو جي لي تبي لي حط لنا ماكله. والله كي نسكن هنا احسن حل نعمله. والله تحفون البلاصه تركحها بالجر فازيت ليبز وعفسيت ونزيد نوسع ونحلو كنا فقك يا عمي. والله يجي على ما ايش قالكم انت نبدا الليله زي لهني وانتم ما كتبوا لي الكومنتات خليها لهني ولا وبطبيعة ما انت نمشي حسب الرأي بتاعي انا. يعني فدك عليهم نمشي على الرأي بتاعكم انتوما. باهي خلينا نبدا نبنيو في الداخل نشوفو زي شنو لونو لونو مزيان. حطو اوكي نبنيو في النيفو هذا سيفتو فما اكثر نيفو. اوه تسمع في صوت كول تاعك مهلف. ناخذ كعبة كول. عملت كعبة زيتين بقدر نجيب طموح مش بضاف شيت يا منت. خلنا ترشي شوي والله مزيان البلاصة حتى من الاخرين اللي بحدا يديت هيك القمح وخطرنا في 1.6 يس بيتشز مش 1.6 1.5 بوندر قدي. اوه كنت شفت علاش كنت يو 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 اخر ضربة في السيف يا ابو قلب. خنطر شوية شوية بلاد نمشي ونترشي ونتر. تعرف علاش نحب نوقف البلاصة دي؟ خاطر بدون دير مزيان باش نسمع في صوت. اوه اجري 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 اجري. هو ما دبرنيش صوف يا جماعة ما دبرنيش صوف الزح شربك بجعني سامحني. الزح ياسر ضعيف. اوه 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 تلم دبي. اوه اوه تاني درع سلسل سل. انا جايك سل انا جايك استنى نجيك استنى نجيك. وي بابا ما تفيدش انا خير من بلاش خير من بلاش. ايش ايش يا مكراش ايش فين يقصد؟ استنى عندي عندي اللوحة تاعي عندي عندي. ايش لنا ايش لنا استنى لا ما تجيش ما تجيش ما تجيش كثير. المهم نحاول نكملها. وي دي صحيح حاطط انا غلط به. شنو نعمل تويكا؟ نحاول نطيح الشجره هذيا. طيح الشجره اللي بعد الشجره اللي بعد الشجره اللي بعد. نعمل اكس هكا نحاول نطيح الشجره هذيا. اختار زايده بينتنا اللي في الوسط وماسط. وي بتوفى وحده دي صح. باش نطلع لفوق بالطبيعه عشان خلنا نطلع لهم فوق. خلنا نعمل اكس اخر باش نطلع لفوق. انا حيوك الخرا هذيك خطر قاعده في الهوية وتطلع ماستر في التصوير. اها او جيك اي جي هاي هاي ها
منين جايين هذوما؟ اوه، حطولها شوية تورش كي او شي يكون طلعت لفوق. يابك ما تجينيش بو من اخر 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 الدنيا تجي في وجهي، ما اعرف عاد. اوه مستطالة بريك في شي كسر ده. انا جاي مهم، خد الاكس تايب شوف لفوق تعبان بفهم فازا كل كتش كتش استيتش جدد ما انت عاملاهم. فهمت، اوريهم لكم تسيس جدد خير ما تسيس تسيس الولم بتاعي القدم. اوه بصح فايتو كتع باستا الولم بعيد على انسو. عندي تسيس جدد تنذكر اسمه برك ستورج ولا فازاكيت. اوه فما عفسيت اخرين زادو، فما خزانة ودرا شنو، يعني عفسيت غير عادية. كنت حاقرها برشا ماينكرافت اكست، كنت نلعب فيها حاقرها حاسس حكاية بخ. باهي الهاوس ما نعرفش كيفاش نبنيه، صاروا ما عنديش حتى فكرة باش كيفاش نبني هاوس. هي خلينا نبدا تراب لودا دي، لودا دي ما يصلحش لما قلنا نبدا بيه. عندنا كل ود هذا ترى ده وين الخالة نتاعو؟ ها عدلنا 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 عافية. به مش نجم دوبا نستعملهم انت نشوفو تريد. يا به في بالي كيف ال نفس البازا اللي جايتني فيه مقبل وانا قاعد نستعمل. نجربو ترى هكا، ما عرفش راهو نبني راهو انا نبني راهو حكيت البنية بني هذي ترى. بس نحط فيها مقلاس زعما، مشكلة. عندهم مشكلة لازم يرجلوها هذي يا جماعة، اكس متأخرة فازا هذي لازم يرجلوها. فرش كسرت وكذا، المفروض تكسر فرد قوة هي ولا عليه العذاب. لين لين كي لين وين نحطو كي بالنا باش تجي هكا نكسرو هذايا تويكا بالاكس تاعنا. باهي تجي هكا 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 به تويكا ما عادش عامل. على مي فاز ديك حق نسيت. باهي تويكا جيبو الود هذايا الماسط هذايا خليوه قداس. باهي مادام طلع الشيء هذاك التافه هذاك الشيء نعمل الدركة نصغر فيها شوية. ياسر كبيرة ياسر ياسر كبيرة، كل واحد لو كسر لي عامة كي برجله رجلي. وعليه الدمج في روحك هبط لي من فوق. هذا كل جوع ما عايش يكون فيه. ايرون نزل ايرون. لازم نعمل كيف حق بيناتنا كيف حكيت طبخ مش نعمله تشعبي. اللي حق تشعبي ليه ما بقاش تيمو في اي بلاس. دونك لازم نعملو كيف به كبت الايرن حتى نطيبو نحيو هذوما كبت الايرن. مش كيف مش كيف هذي نحيو نحاول نسيو البلاصة هذيك منعرفش كيف يعمل. به هكا هكا هاديك عطيني برك. زح وين حاسو لهني؟ كلاها كلاها مات. بقى عنا بومين خمسة دول عنده أكثر شجر. هاي لازم عندك كعبتين بهاي تي حنتي شجر اللي طاحت الحاج بياتي برشا لوح تجربة. شو السيف اللي عنده ترخص في ضربة يا ابو كلب؟ شارب نص 507 شعر بعد بدلة يو. باهي لمدو اللوح بتاعي نمشي نعمل اكس اخر بالايرون نجمو نكسرو اس 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 اسرع.
بيت نزول الخرابي. قل لي عاد كان بكم سيري خطر، انا حسيت روحته كم قينا وانا قاعد نلعب وحدي، ما بحبش نلعب وحدي، خلاص بقعد ساكت. ما عندناش كالعادة ستيكس.